مبروك لجمهور النادي الأهلي، مبروك لمجلس إدارته وأعضائه وكل مشجعينه ومحبينه. الحمد لله رب العالمين، زي ما قلنا قبل كده ان النادي الاهلي بنى فرقه بعنايه ودراسه، ان الفرقه تستمر ان شاء الله في المنافسه على كل البطولات، مش لموسم، لمواسم كتير. فالحمد لله احنا الفرقه دي بدات تتبني من سنتين وبدعم من مجلس اداره كبير، والسنه دي الحمد لله بدانا بنجني ثمار البنى. وبشكر كل حد شارك في البنى دوا من اول ما بدا كابتن اشرف وكابتن سيد مصطفى، حتى كابتن ماريو بالما لو جه شهرين، مستر اوجوستي، كل الناس دي شاركت في بنى الفريق. وتعودنا في نادي الاهلي ان احنا دايما بنشكر بعض وبنسلم بعض، وانك السلبيات بتحاول تعالجها والايجابيات بتكمل عليها. فربنا كرمنا، احنا تعبنا جدا عشان نوصل بالفريق ده ان هو يبقى فريق بطل على قد اسم النادي الاهلي. فالحمد لله اهم حاجه النهارده ان الجمهور بات هو فرحان بالفوز، وده اللي قلنا للعيبه، احنا مش هنزعل الجمهور الماتشين ورا بعض. الماتش اللي فات كان فيه اصابات وكان فيه مشاكل، يعني في بعض الاصابات الناس بتلعب وهي مصابه، ايهاب مش موجود، ابو النصر مش موجود. فالحمد لله رب العالمين، النهارده كنا رجاله وعلى قلب رجل واحد، وقدرنا نفوز باللقب الحمد لله.